مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى التاسعة معي ليا الاختيار. أستهلها بأبرز العناوين. جامعة إيران تتحدى تهديدات الحرس الثوري، مظاهرات متواصلة ضد النظام الحاكم والقمع الأمني. وقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة. قبل خروجه من بعبدة، عون يجرد لبنان من حكومته، ومقاتي يعتبر قراراته غير دستورية لأنها النافذة الأكثر ارتيادا نحو القرم وسوتشي ومناطق الجنوب. إنها بوابة العربية ترصد الأوضاع في روستوف، بوابة موسكو نحو الجنوب ومقر اللاجئين الهاربين من الحرب. اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وقوات من قسد تنظر بانهيار محتمل لاتفاقيات خفض التصعيد شمالي سوريا. البداية مشاهدينا من الصور الواردة من داخل إيران والتي تظهر استمرار الاحتجاجات الطلابية ضد النظام. طلاب الصيدلة في جامعة شيراز تجمعوا وأطلقوا هتافات ضد قوات الأمن التي تطلق الرصاص على المحتجين. جامعات زنجان وقزوين الدولية هي الأخرى شهدت احتجاجات طلابية هتف فيها الطلاب للحرية ونددوا به هتافات مؤيدي النظام قائلين: تهتفون باسم الحسين وتفخرون بالقمع. ومن الجامعات التي تظاهرت اليوم كانت كلية الفنون والعمارة بجامعة بوعالي سيناء بهمدان، احتجاجا على التهديد بطرد الطلاب من الجامعة والسكن وألقاء الغاز المسيل للدموع على طلاب جامعة سنندج التقنية والمهنية. وتجمع طلاب أيضا في جامعة برديس رضوان في مشهد. في الأثناء دخلت قوات موالية للنظام الإيراني بملابس مدنية جامعة طهران الحرة بالبنادق، وأطلق أحد عناصر هذه القوات النار على الطلاب، فلنتابع. وبالتزامن أيضا مع المظاهرات قام الحرس الثوري بدفن جثمان الصحفي رضا حقيقة نجاد سرى، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحرس لم يسمح لعائلة نجاد بالوداع الأخير لابنهم ودفنوا جثته في منطقة بعيدة عن مسقط رأسه. صحيفة إيرانية إصلاحية قالت وأكدت أنه لا يزال هناك أكثر من 20 صحفيا موقوفين مع استدعاء صحفيين آخرين من قبل السلطات. معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، يعني مع كل التهديدات التي أطلقها الحرس الثوري على لسان يعني كل المسؤولين، ما زال الشعب الإيراني مصر على النزول إلى الطرقات. ماذا يعني كسر الخوف؟ كسر الخوف وكسر الرهبة التي كان يمثلها النظام ضد الشعب الإيراني. تحياتي لك ولمتابعي قناة العربية. بكل تأكيد أنه ما نشهده اليوم من حراك بصراحة هو يعني اليوم كسر حاجز الخوف بكل ما تعنيه من كلمة. اليوم ليس فقط طلبة الجامعات وأيضا العمال والموظفين والشركات، وإنما أيضا انضم إلى هذه الاحتجاجات الطلاب المدارس الابتدائية من الابتدائية فصاعدا شاركوا في هذه الاحتجاجات. ونشهد أنه تحدي طلاب المدارس أقوى بكثير
أيضا من باقي الأطياف في المجتمع الإيراني، وهذا يروي مدى كسر حاجز الخوف. نعم. ورغم وجود القنابل وأيضا استخدام السلاح، لكن نشهد بأنه طلبة المدارس ويعني يطاردون قوات البسيج والشرطة. نعم. اليوم يعني بسبب تراكم الخبرات لدى الشعب الإيراني بعد الانتفاضات والتحركات الشعبية التي يعني أتت على مراحل لتصل إلى ما هي عليه اليوم، يعتمد الموجودين على الأرض ما يعرف بالفارسي بمحل محور، يعني كل شارع ينزل فيه مجموعة، ما يصعب المهمة على قواد البسيج وعلى الحرس الثوري. هل يعني هذا التكتيك الذي يعتمده الشارع اليوم ممكن أن يطيل أيضا بأمد الاحتجاجات؟ بالفعل أنه موضوع التنسيقيات، وخاصة ما أشرت إليه، موضوع التنسيقيات المحلية في العواصم في المحافظات والمدن، هو بالأساس يشير بأنه أصبحت الاحتجاجات أكثر تنظيميا عما كانت عليه سابقا. وأعتقد وجود هذه التنسيقيات لأنهم يعرفون تماما بأن هذه الاحتجاجات ستطيل، ولذلك لابد من استخدام تكتيك لإرهاق القوات الأمنية من جهة، وأيضا إضعاف الاقتصاد الإيراني، لأن قطع الإنترنت في هذه الاحتجاجات مكلف وباهظ جدا للنظام الإيراني، لقطاع الاتصالات وأيضا حتى لقطاع الشركات. ونعرف اليوم العالم كله يعتمد على الإنترنت وسرعتها، لكن أبطاء الإنترنت في إيران أضر بالاقتصاد الإيراني، ولذلك هذه التنسيقيات بدأت تقوم بهكذا عمل لإرهاق القوات الأمنية ولإطالة الأمد لحين الوصول لأهدافهم. الآن أصبحت الاحتجاجات أكثر تنظيما وتنسيقا. الأسباب والمسببات التي دفعت بالشعب الإيراني للنزول إلى الشارع ما زالت موجودة، ولم يعني لم يتغير شيء منذ بداية هذه الانتفاضة وحتى اليوم. قمع الاحتجاجات بالقوة حتى وإن همدت بالأيام المقبلة، النظام يعلم بأنها ستعود من جديد وبأنها ربما ستكون أقوى. اليوم يعني محاولة النظام لإجراء عمليات جراحية مؤقتة، هل تنفع؟ والدعوات إلى الحوار التي رفضها الشعب الإيراني، ما الهدف منها؟ أولا موضوع أن تهمد هذه الاحتجاجات، أعتقد أنه من الصعب في هذه المرحلة، قد يكون هنالك فيها هبوط وصعود، لكن في هذه المرة أعتقد أنه هذه الاحتجاجات ستستمر. لكن في موضوع المفاوضات أو المقترحات التي بدأت تأتي بها الحكومة الإيرانية، أعتقد أنها لم تنفع، والمواطن يعرف تماما بأنه الهدف منها هو إخماد الحراك من أجل القضاء على أي احتجاجات في الشارع، والمواطنين يعرفون تماما أنه في حال تم إخماد هذه الاحتجاجية سنشهد هنالك الكثير من الاعتقالات وأيضا التعذيب وأيضا الموت تحت التعذيب في السجون الإيرانية. فيما يتعلق بالمطالب فيما يتعلق بالمحاضرات الإيرانية، أعتقد الهتافات التي عرضتوها على شاشتكم من قبل طلاب الجامعات كانت الإجابة واضحة وصريحة، وهي الحرية الحرية وإسقاط هذا النظام. لذلك لا أعتقد أنه في هذه المرحلة هنالك مفاوضات ما بين الشعب والنظام. شكرا لك أستاذ وجدان عبد الرحمن، حدثتنا من لندن. يفتقر إلى أي قيمة دستورية، هكذا وصف رئيس الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي مرسوم ميشيل عون بقبول استقالة الحكومة. ميقاتي أضاف أن الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية، ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور. وفي السياق، اعتبر خبراء دستوريون وقانونيون أن خطوة الرئيس اللبناني ميشيل عون بتوقيع مرسوم استقالة الحكومة يأتي في إطار المناكفات السياسية. وأشار الخبراء إلى أن توقيع مرسوم الاستقالة وبحسب العرف الدستوري يجب أن يترافق مع توقيع مرسوم تشكيلة الحكومة الوزارية الجديدة، وليس منفردا كما فعل ميشيل عون. وجهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية، وقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة،
اليوم نهاية مهمة، مش نهاية عدل، واليوم مش وداع، اليوم لقاء كبير. الرئيس المنتهي ولايته ميشيل عون غادر قصر بعبدة بعد ولاية استمرت لست سنوات، وقبل أن يغادر ساحة القصر اتهم عون أطرافا بمحاربته خلال فترة ولايته، وقال إن القوانين التي تحافظ على حقوق اللبنانيين تعرضت للعرقلة. وأكد عون أن مؤسسات الدولة مهترئة لأن القيمين عليها خائفون من عصا تهددهم. وهاجم عون ما يجري في السلطة القضائية وقال إن القضاء لم يعد يحصل حقوق الشعب. عون صب اتهاماته أيضا على حاكم المصرف المركزي محملا إياه مسؤولية جرائم الفساد المالي في البلاد بدعم من الطبقة الحاكمة. الجرائم المالية من كل نوع موجودة بالتحقيق، وأعد الادعاء وأرسله للنيابة العامة فلم يصل إلى المحكمة. شو بدنا نقول؟ أسكان كل الجرائم المالية مرتكبة حاكم المصرف المركزي، مين حميه؟ مين شريكه؟ كله من المنظومة الحاكمة من 32 سنة وصلونا لهالحالة هيدي. من بيروت ينضم إلينا غسان حصباني نائب رئيس الحكومة اللبنانية السابق والنائب في البرلمان اللبناني. أستاذ غسان، يعني أمام اللا مفاعيل الواقعية والدستورية للكتابين اللذين وقعهما رئيس الجمهورية اليوم، سأبدأ من المفاعيل للفراغ أو أفاق الفراغ الرئاسي في لبنان. هل نحن أمام مرحلة فراغ طويلة؟ هل نحن أمام حدث ممكن أن يغير بهذا ويكسر هذا الفراغ؟ انهيار داخلي كامل، صفقة داخلية، أم رعاية خارجية؟ يبدو أننا دخلنا في مرحلة الشلل التام، فراغ في الموقع الرئاسي وهو في السلطة التنفيذية، أيضا يعني شلل في عمل مجلس الوزراء الذي كان أصلا في تصريف أعمال وفي حكم مستقيل، ولكن للتأكيد والتشديد على ذلك وتعطيل أي عمل قد يقوم به مجلس الوزراء، يعني صدر اليوم من رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة. أيضا من مجلس النيابي اليوم في حكم المجلس الانتخابي لرئيس الجمهورية. فكل هذه الأمور تشير أننا ندخل في مرحلة شهور ومرحلة تعطيل عمل كامل وشلل تام للمؤسسات الدستورية، وهذا أمر خطير ينذر بعواقب سيئة جدا للبنان إذا ما طال. أمام الفراغ الدستوري بالمعنى التنفيذي، أي مجلس الوزراء، يعني كان هناك قطع الطريق رئيس ميقاتي قبل قليل على الدعوة التي أطلقها عدد من الوزراء لمقاطعة مجلس الوزراء، وقال إما أن ينسحبوا فنعين بديل عنهم، أم يعني الوزير بالوكالة يستلم. اليوم يعني كيف سيتم تسيير أمور البلاد بالمرحلة المقبلة، وهل ممكن أن يتحمل هؤلاء مسؤولية عدم تصريف الأعمال، خصوصا أن هناك ملفات ملحة؟
نعم، يعني الدستور واضح بذلك، لا يسمح الدستور بالفراغ التام، ولكن طبعا في حكم وجود تصريف أعمال وحكومة في هذا الظرف قد لا يتيح لها وضعها أن تقوم بخطوات كبرى وأساسية أكثر من عملها الأساسي، وهذا يتطلب خطوات يعني غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية اللبنانية للقيام به. نعم. للاستمرار بالعمل على سبيل المثال خطة صندوق النقد، الخطة الإنقاذية وخطة التعافي وكل هذه المواضيع التي تتطلب قرارات منسقة وكاملة من الحكومة، فعلى الحكومة طبعا أن تأخذ الخطوات المناسبة بهذا الاتجاه كي لا يحدث فراغ تام بكل السلطات وينهار البلد أكثر من ما وصل إليه اليوم. نعم. وهذه ستكون مرحلة دقيقة جدا لا شك، لأنها لها عواقب كبيرة. عادة يعني بخطاب الوداع لأي ولاية أو أي رئيس يعدد الرئيس إنجازاته، اليوم كنا أمام تعديد اللا إنجازات، ما لم يستطع تحقيقه تحت يعني هو ليس بالأمر الجديد تحت عنوان مخلونة كما اعتدنا عليها. أمام يعني هذا الخطاب الذي الخطاب الوداعي وإلقاء اللوم على الآخرين، كيف يمكن وصف نهاية العهد بجملة؟ يعني أرى أن هذا العهد هو فصل من فصول مسار ونهج طويل بدأ منذ أكثر من 15 عاما من التعطيل وأخذ البلاد إلى الهاوية كل مرة، ويعني أخذ الشعب والبلاد رهينة من أجل تحقيق أهداف معينة، وكان الجميع يعتقد أن هذا الهدف هو الوصول إلى رئاسة الجمهورية، ولكن بعد الوصول إلى رئاسة الجمهورية ورأينا ما رأيناه والمشاركة في تدمير ما تبقى من مقومات للبلاد، نرى اليوم نية معلنة وواضحة بالاستمرار بهذا النهج. واللافت القول من قبل رئيس الجمهورية عن المنظومة، وذكر المنظومة الحاكمة منذ أكثر من 17 عاما أو 32 عاما، لكن علينا ألا ننسى أن في هذه 17 عام الأخيرة كان هو وتياره السياسي وحلفاؤه في صميم هذه المنظومة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، فلا يمكن اليوم القول أنه لم يحقق شيء وهو سيستمر بالمحاولة، لأن المسؤولية كانت تقع على هذه السلطة وهو كان في صميم هذه السلطة، وإن لم يحقق شيء فهذه مسؤولية أكبر عن ما وصلنا إليه اليوم إذا كان باعترافه. شكرا لك غسان حصباد نائب رئيس الحكومة اللبنانية السابق والنائب في البرلمان اللبناني على هذه المداخلة. خطوات تسعينية وطريق الخروج الطويل بدا معبدا من بعبدة إلى أنصاره بالخارج من أصحاب الرايات البرتقالية ومفخخا أمام اللبنانيين. أحلف بالله العظيم إني أحترم. ميشيل عون دخل القصر بمخاض عسير، فأدخل كل البلاد في مخاض عسير بعد 6 سنوات عجاف من الحكم عاد فيها لبنان عقودا إلى الوراء. وداع رئاسي باهت ووداع عوني صاخب كان في انتظار السيد الرئيس الذي خرج محرضا وليس مودعا في خطاب المغادرة. كلكم بتعرفوا كيف حال البلد، كيف مسروق بخزانته، مسروق ببنك المصرفي، مسروق من جيوبكم. صاحب السلطة وصاحب الحكم لم يحكم ولم يمسك زمام أمر شعبه بحسب حديثه إلى أنصاره. حاكم المصرف المركزي ما قدرنا وصلناه للمحكمة. مين حميه؟ وكأنه تنصل من كل الأزمات وانفصل عن الحكومات المتتالية التي أفشلها مع حلفائه. لأن المنظومة الحاكمة
كلا استعمرتها. تحدث عن السلطة الحاكمة والقضاء والعدالة والاقتصاد المتردي والجوع، وتحدث عن التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت. كلمات خرجت كالقنابل، والقنبلة الكبرى بدت وكأنها الإنجاز والانتصار عندما تحدث عن منافع ترسيم الحدود مع إسرائيل ومناجم الذهب الأسود الذي سينعم به الشعب بعد سنوات الحرمان والجحيم. وما راح يطلع لبنان من هالجورة الكبيرة إلا بما عملنا هالاتفاق لرسم الحدود البحرية. غادر الرئيس تاركاً لبنان حائراً بعد أن ترك لغم الحكومة ومرسوم إقالتها. وجهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية، ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، واضعاً لبنان على طريق المجهول وفي عهدة حلفائه. ولم يحظى قبل الرحيل حتى بكوب ماء يروي به كلماته المتلعثمة وأفكاره المتعثرة. سمح السيد العربية. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. حرب الرقائق الإلكترونية تشتد بين واشنطن وبكين. أهلا بكم من جديد. أكد سفير أوكرانيا لدى السعودية في لقاء مع العربية أن بلاده لن تشارك في مفاوضات مع روسيا يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. للأسف هناك انعدام توافق بين ما يقول بوتين وبين ما يفعله، وقد شهدنا ذلك على مدى الشهور الماضية. نحن لدينا مجلس أمن قومي ودفاع قومي يقول بأن أوكرانيا لن تشارك في مفاوضات مع روسيا يقودها بوتين. تعيش مدن الحزام الروسية المتاخمة للأراضي الأوكرانية فترة من حالة التأهب المتوسطة، معظمها يشهد سقوط عدد من القذائف على أراضيها، تعدد في بعض المناطق حاجز 100 من خلال يوم واحد. روستوف كانت لها حصة الأسد من عملية استيعاب اللاجئين من مناطق الصراع، مرحلة تعتبر غير اعتيادية على المدينة، خاصة أنها بوابة موسكو ومدن أخرى نحو مناطق الجنوب. عبد الجواد الرشد من شوارع روستوف والتفاصيل. مدينة روستوف ونهر الدون الهادئ توأمان غير منفصلين منذ الولادة، موقعهما الجميل خلده أعظم كتاب روسيا في الأدب، لكن المدينة الجميلة لبست الزي العسكري المموه بأعباء الحرب، حيث تعتبر واحدة من مدن الحزام مع الجارة جغرافياً أوكرانيا، ولعل تدفق سيل اللاجئين عليها ليس الوحيد الذي يعكر صفها، فالمدينة التي تعتبر نقطة العبور الرئيسية بين شمال روسيا وجنوبها تجاهد أن تكون كذلك. وضع المدينة تغير كثيرا، خاصة أن التعبئة الجزئية طالت روستوف الأقرب إلى أوكرانيا. إيقاع المدينة لا يخلو من أصوات نشاز في زمن الصراع، خاصة أنها تعتبر العاصمة العسكرية للمنطقة الجنوبية. مئات الآلاف من المصطفين الروس نحو البحر الأسود لابد أن يمروا عبر روستوف، لأنها النافذة الأكثر ارتيادا نحو القرم وسوتشي ومناطق الجنوب. إنها بوابة القوقاز. عبور القادمين يكون دائما عبر روستوف، خاصة نحن مدخل القوقاز، كل من يريد الوصول للبحر لابد له من التوقف هنا. سافرنا نحو البحر عبر روستوف والطريق استمر قرابة 8 ساعات. الوضع مريح نوعا ما قبل العودة للعمل. رغم كآبة الوضع العسكري إلا أن روستوف تجاهد لاصطناع ابتسامة تبشر بعودة حياتها الطبيعية. مطاعم المدينة وأماكنها العامة لم تعد كما كانت عليه قبل العملية العسكرية، خاصة مع موجات نزوح الشباب بالرغم من انتهاء نداء التعبئة الجزئية. عبد الجواد الرشد، العربية، روستوف.
ارتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 18 مليار دولار خلال بداية الحرب. البيت الأبيض أكد في وقت سابق أن واشنطن بالتعاون مع أكثر من 50 دولة من الحلفاء والشركاء ستواصل دعم شعب أوكرانيا في الدفاع عن حريتهم واستقلالهم. واشنطن ستزود أوكرانيا أيضا بأنظمة دفاع جوي تحتاجها لوقف الهجمات الصاروخية والغارات الجوية الروسية التي تتعرض بها. وحيث ستتسلم كييف الشهر المقبل نظام ناسامز المتطور وهو عبارة عن صواريخ أرض جو. الأسلحة الأمريكية والأوروبية وتحديدا المدفعية قلبت الطاولة في حرب أوكرانيا بعدما تقدمت روسيا في الأشهر الأولى من الحرب. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أنه في منطقة خرسون الجنوبية تتمتع القوات الأوكرانية اليوم بأفضلية التوجيه الدقيقة ومدى المدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، ما يجعلها تتفوق على القوات الروسية. المدفعية كان لها الدور الأبرز في تقدم القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية وتحديدا في جنوبي أوكرانيا، حيث قالت نيويورك تايمز أن الجنود الأوكران يقومون باستهداف وتدمير مركبات مدرعة روسية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. الأمر الذي أكده الرائد أليكساندر في جبهة خرسون قائلا أن قواته قادرة على الوصول إلى القوات الروسية بينما الأخيرة غير قادرة على الوصول إليهم. الطائرات المسيرة ساهمت أيضا بقلب موازين الحرب، وتحدثت التقارير عن عملية أوكرانية مضادة للروس باستخدام طائرة مسيرة، حيث قام ملازم أول بتوجيه الطائرة المسيرة نحو هدفها في قرية تسيطر عليها روسيا، وتم استهداف حاملة جنود مدرعة روسية. وشهد الملازم على شاشة كاميرا التصوير الحراري كيف اختفت المدرعة الروسية وتصاعد الدخان بعد الهجوم. عملية أخرى باستخدام طائرات مسيرة استهدفت سفينة حربية روسية راسية في ميناء سيفاستوبول الرئيسي لأسطول البحر الأسود في جزيرة القرم، حيث كان يعتقد سابقا ذات مرة أنها حصن منيع، مما دفع روسيا إلى تعليق الاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم بعد هجوم المسيرات. ولكن في المقابل أشار التقرير إلى أن الجيش الروسي لا يزال يتمتع بقوة هائلة بصواريخ كروز وجيش ضخم وملايين من قذائف المدفعية وإن كانت غير دقيقة. معنا من كييف يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني. أستاذ يوري، يعني حرب المدفعية والتي تعتبر ميزة الترسانة العسكرية الروسية والتي تفوقت فيها في بدايات الحرب، اليوم مع الدعم الغربي لمزيد من الأسلحة المدفعية، هل يمكن القول أنها ممكن أن تقلب موازين القوى على الأرض؟ Good evening. Absolutely. Well, first of all, كل تأكيد أولا علينا أن نتذكر منه منذ أن بدأت أوكرانيا بتلقي هذه المدفعية الثقيلة وكذلك منظومة الراجمات مثل هايمارس، فجيشنا تمكن من شن ضربات عالية الدقة على المقرات ومقرات القيادة والمواقع الروسية وما اضطرهم لنقل المخازن إلى مديات أبعد، لأن الجيش الأوكراني تمكن من تدمير كافة مخازن الأسلحة على بعد 80 كيلومترا، وهذا يعني أن الأمر بات يستغرق فترة أطول لإعادة التموين بالذخائر، أقصد الجيش الروسي.
بذلك حققنا أكثر من نصر، وعلينا نتذكر خلال فترات محددة من الصيف كان ذلك حتى قبل استخدام منظومات هايمرس لتدمير عملياتهم اللوجستية ومخازن الذخيرة. أحيانا وبشكل يومي كانوا يطلقون حوالي 50,000 قذيفة، وهذا وابل من القنابل. وفي نفس الوقت ردت أوكرانيا ب6,000 فقط على سبيل المثال. فحاليا انعدام التوازن هذا عولج، وعلاوة على ذلك فإن المدفعية الأوكرانية التي نستخدمها الآن أصبحت من معايير ناتو الحديثة، وهذا يعني أستاذ يوري. نعم، فإذا ما قارنا كفاءة المدفع الأوكراني مقارنة بالمدفع الروسي فنحن قادرون على تحقيق أكثر بكثير. فمن هذا المنظور فإن حرب المدفعية باتت أكثر متوازنة، على الرغم من أننا ندرك من أن الروس لديهم مؤنة لا محدودة من الذخائر. أستاذ يوري، بما أنك تتحدث عن ميزة المدفعية الأوكرانية، من المعلوم أن المدفعية الروسية تستخدم ما يعرف بالمطر الفولاذي، هل يمكن لما تتحدث عنه أن يتغلب على هذه الميزة الروسية؟ نحن نفعل كل ما بوسعنا، وجيشنا يتحسن ويتطور، وجنوده يتعلمون بسرعة لاستخدام المعدات العسكرية ذات المعايير الغربية، ولكننا بالتأكيد نطمن حلفائنا بتزويدنا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة، وخاصة في هذه المرحلة من الحرب نحن بحاجة إلى المدرعات والدبابات وناقلات الجنود، لأنها هي التي ستحسم الحرب والمعارك القادمة. أنتم اليوم تحشدون لمعركة خرسون، والروسي أيضا يحشد، ومن المعلوم أن هذه المعركة تعتبر يعني نقطة فاصلة في الحرب الأوكرانية، هل يمكن أن تحققوا نصر استراتيجي يمثل إحراج جديد لروسيا هناك؟ نحن نسبب بالإحراجات بشكل يومي والكل يرى ذلك. الروس لم يتمكنوا من تحقيق أي نجاح عسكري منذ حتى بدايات الحرب، وهم ينسحبون باستمرار. انسحبوا الآن من كييف وتشيرنيف، وحتى انسحبوا من خاركيف، والآن نشن هجمات مضادة في شرق لوغانسك في الجنوب وفي منطقة خيرسون، كما نتقدم في منطقة دونيتسك. فعاجلا أم آجلا سنحرر كافة أراضينا، ولكن المشكلة هي أن روسيا مع أنها تواجه كل هذه الإذلالات والفشل على أرض المعركة، فأنها تستخدم أساليب الإرهاب والابتزاز ليس فقط مع الشعب الأوكراني بل كذلك مع المجتمع الدولي. شاهدنا تهديداتهم أو انسحابهم من الاتفاق الحبوب، وهذا يعني الحاجة الماسة للغذاء من قبل العديد من الدول حول العالم. شكرا لك. نعم، شكرا لك يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، حدثنا من كييف. عاد ملف تصدير الحبوب الأوكرانية ليكون على رأس الملفات الخلافية بين روسيا والغرب، حيث توالت الانتقادات بشأن قرار موسكو تعليق مشاركتها باتفاق صادرات الحبوب بدعوى تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجوم أوكراني. الاتحاد الأوروبي دعا روسيا إلى التراجع عن الخطوة الأخيرة والتي يمكن أن تخلق أسوأ أزمة غذاء عالمية. من جهته وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا بأنه أمر شنيع ولا يوجد سبب لفعل ذلك، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا تستخدم الغذاء كسلاح بوقف مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب، وهي من تتسبب في تفاقم الأزمات العالمية. هذا وقالت بريطانيا إن مزاعم روسيا كاذبة وتهدف إلى تشتيت الانتباه عن الإخفاقات العسكرية الروسية.
ضربة كبيرة تضاف للاقتصاد الصيني، والسبب سياسة أمريكية جديدة تهدف لتقييد نقل تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية إلى بكين. حرب الرقائق الإلكترونية تأخذ منحا تصعيديا بين مساعي واشنطن لتقليص طموحات بكين في مجال صناعة أشباه الموصلات وتعهدات بكين بالنصر في هذه الحرب. مجموعة شاملة من ضوابط التصدير اتخذتها الإدارة الأمريكية تضمنت تدابير لعزل بكين عن بعض معدات صنع الرقائق الحديثة في قطاع التكنولوجيا. هذه الضوابط تلزم كل الشركات الأمريكية بالتوقف عن تزويد صانعي الرقائق الصينيين بمعدات يمكنها أن تساهم في إنتاج رقائق متطورة نسبياً، كما أنها ستساهم في كبح إمدادات التكنولوجيا الحيوية للصين التي يمكن أن تستخدمها في إنتاج الأسلحة. وزارة التجارة الأمريكية أكدت أن فرض ضوابط التصدير ستساهم في الحد من قدرة الصين على تطوير رقائق الحوسبة والمتطورة وتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، والتي صاحبها رد الرئيس الصيني الذي تعهد بتطوير التكنولوجيا المهمة من الناحية الاستراتيجية لتجاوز القوانين القاسية التي تفرضها واشنطن. المساعي الأمريكية للسيطرة على سوق الرقائق باتت واضحة، حيث أشار الرئيس جو بايدن إلى استثمار ما قيمته 20 مليار دولار في منشآت هيوتسون ريفر فالي بنيويورك، وفي المقابل تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في سوق معدات أشباه الموصلات في الصين بلغ 39% خلال السنوات الأخيرة. وهنا بكين قررت وأصدرت قراراً بإعفاء مصنعي الرقائق من الضرائب حتى عام 2030، حتى تتمكن شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين من إنتاج رقائق خاصة بها. ينضم إلينا من الرياض المهندس أحمد موسى، استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي. أستاذ أحمد، يعني من المعروف اليوم أن القوى العسكرية، الاقتصادية، الجيوسياسية كلها مبنية على أساس هذه الرقائق. ما يحدث من تضييق من قبل الأمريكيين على الصينيين، هل ممكن يعني أن يؤخر تقدم الصين وتربعها على عرش الصناعات العالمية؟ مساء الخير ليال، وشكرا على الاستضافة. حاب أبدأ بأنه أنوه أنه في دراسة صدرت مؤخرا تتكلم على أنه اللي حيسيطر على صناعة الرقائق الإلكترونية وتصميمها هو اللي حيسيطر على مسار المستقبل للعالم في القرن 21، فالموضوع جدا مهم وجدا ضروري. شبه على من سيطروا على إمدادات النفط في القرن 20. تماما، فهذه حرب اللي حيربحها هو راح يسيطر على معالم العالم الجديد. بس كمان لما نجي نتكلم على حقائق مهمه، انه 90% من الانتاج العالمي للرقائق الالكترونيه حاليا بتيجي من شرق دول شرق اسيا، وتحديدا تايوان، مش امريكا، مو الصين، مو اي حد ثاني. نتكلم على تايوان، نتكلم على كوريا الجنوبيه. وعملية التصنيع هي عملية معقدة جدا، مش سهلة زي ما الناس تتخيل. لو أجي أحكي لك أنه عشان نصنع شريحة واحدة نحتاج من 3 إلى 6 شهور، وهذه الصناعة بتحتاج من 700 إلى 1000 خطوة لعملية تصنيع شريحة واحدة. عملية ومستوى التعقيم اللي بنحتاجها في خطوط الإنتاج للرقائق الإلكترونية هي أكثر ب1000 مرة من اللي موجودة في المستشفيات. أحمد، يعني من هنا الصين والولايات المتحدة قررت الاستثمار بطرف ثالث، لأنه الاستثمار بهذه الشركات والمصانع تأخذ مدى طويل. الطرف الثالث اليوم هو تايوان، بظل كل ما يحصل، ما مصير هذه الرقائق؟
هلا احنا زي ما احنا شفنا ابتداء من جائحه كورونا صار في تعطل كامل للمصانع لصناعه الرقائق الالكترونيه واللي اثرت بشكل كبير على الشركات الالكترونيه والتقنيه، وزاد هذا الموضوع سوء بالحرب الاخيره بين روسيا واوكرانيا، بحيث انه لما نجي نتكلم عن الرقائق الالكترونيه بنتكلم على انه بتصنع من ماده السيليكا، بتصنع كمان من مواد وغازات بنسميها الغازات الأنيقة. 70% من أهم غاز اللي هو غاز النيون يصدر من أوكرانيا، فتخيلي مدى تأثير الحرب اللي صارت مؤخرا على صناعة الرقائق الإلكترونية. هل ممكن أن نواجه أزمة رقائق بالعالم؟ هذا بشكل مؤكد راح نواجه هذا الموضوع، لأنه كل الرقائق الإلكترونية واستخداماتها مربوطة بكل تفاصيل حياتنا الحالية وموجودة في كل القطاعات والمجالات. فبنيجي نتكلم إنه من أجهزة المحمول لأجهزة الكمبيوتر للسيارات للأجهزة الطبية للطيارات لحتى الأسلحة المتطورة حتى أبراج الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، كل هذه تعتمد بشكل كبير على الرقائق الإلكترونية. وبالتالي أي حرب باردة بين الصينيين والأمريكيين اليوم ستؤدي إلى كارثة على مستوى العالم. شكرا لك أستاذ أحمد موسى الاستشاري في تقنية المعلومات والتحول الرقمي، حدثنا من الرياض. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. أجسام طائرة مجهولة، المخابرات الأمريكية تفسر. أهلا بكم من جديد إلى القمة العربية في الجزائر، حيث أفادت مصادر العربية بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب حقق اختراقا في عدة ملفات من بينها إدانة التدخلات التركية والإيرانية. بدوره أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي عن نجاح اجتماع وزراء الخارجية في احتواء التوتر المغربي الجزائري. هذا وتستضيف الجزائر الثلاثاء المقبل أول قمة عربية منذ 3 سنوات تحت شعار لم الشمل. من الجزائر، موفدت العربية ميسون عزام ميسون عودة العمل العربي المشترك في لحظة دقيقة عالميا وإقليميا وبالمنطقة. ماذا يعني ذلك؟ كل الملفات التي ستطرح وكسر الجليد المغربي الجزائري. ليال أهلا بك، وبالفعل كان اليوم يوم حافل جدا، اجتماعات مكثفة، كان هناك توتر. استمعنا بالنهاية لما ذكرتيه من الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام الزكي، والذي أكد بالتوافق على البنود كاملة. هذا أيضا ما أكده وزير الخارجية الجزائري، هناك توافق، هناك قفز على بعض المطبات إذا ما صح التعبير، ومنها فيما يتعلق بالإدانة التركية. كان هناك طروحات مختلفة لهذا الملف، وبالنهاية ويبدو أن هناك محاولة لإنجاح هذه القمة بكل الطرق. طبعا حسام زكي تحدث عن الروح الإيجابية التي سادت هذه الاجتماعات، وبالتالي فيما يتعلق بالبند المتعلق بالتدخل التركي في الشؤون العربية، قيل بأنه هذا البند سيعيد القراءات السابقة التي قدمت من قبل الوزراء في الاجتماعات السابقة والقمم السابقة. طبعا نتحدث هنا عن أكثر من موضوع، 3 مواضيع رئيسية القمة تناقشها في ظل ما ذكرتيه من تطورات على المستوى الإقليمي والدولي. الأمن الغذائي نقطة رئيسية، وأيضا الأمن القومي، وهنا يمكن الإشارة إلى مصر والورقة التي قدمتها مع السودان فيما يتعلق بسد النهضة. سامح شكري وزير الخارجية المصري كان تحدث عن أهمية أن لا يكون هناك نوع من التهديد للأمن القومي لمصر والسودان، دولتان تمثلان حوالي 1/3 الدول العربية. وبالتالي النقطة الرئيسية أن هذا مهم لكافة الدول العربية لاستتباب الأمن فيما يتعلق بالأمن المائي. وأيضا الملف الفلسطيني، كان في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفلسطيني، والتي قال فيها بأن هذه القمة
القمة هي قمة فلسطينية بامتياز، وأن هناك نوع من المحاولة لإعادة إحياء المبادرة العربية بعد 20 عاما من إطلاقها. نعم ميسون، موضوع زيادة النفوذ الإيراني بمنطقة شمال أفريقيا، هل سيتم التطرق إليه أيضا وبحث من كل جوانبه لما يمثل من تهديد للأمن الإقليمي في المنطقة؟ تم طرح هذا الموضوع، طبعا هناك لجنة لطرح موضوع التدخل التركي وأيضا الإيراني في الشؤون العربية، أيضا هناك كانت تصريحات لليمن فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية من خلال دعمها للحوثيين، وقد قدمت ورقة يمنية بهذا الإطار، وبالتالي هذا الموضوع سيكون على رأس المواضيع الرئيسية التي ستقدم من ضمن البنود في صياغة سنتعرف عليها طبعا حال إعلان البيان الختامي. شكرا لك يا ميسون عزام، موفدة العربية، حدثنا من الجزائر. مشاهدينا ننتقل إلى مهاباد الإيرانية وصور متداولة لمظاهرات قبل قليل. إذن شاهدنا هذه الصور من مهاباد، والمظاهرات ما زالت مستمرة بالرغم من كل تهديدات الحرس الثوري. بالانتقال إلى الملف السوري، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات الموالية لإيران تعزز تواجدها في شرق سوريا، حيث استحدثت ميليشيا حزب الله اللبناني مقرا جديدا في مدينة الميادين. وقال المرصد إن 3 شاحنات محملة بالذخيرة دخلت إلى مدينة الميادين واتجهت نحو البوكمال بريف دير الزور. على صعيد متصل وصلت حافلة تقل عناصر من قوات الفرقة الرابعة المحسوبة على الجناح الإيراني إلى المواقع العسكرية تبديل القوات المنتشرة في الميادين، فيما غادرت باتجاه دير الزور. العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، والتي لم يحصل أردوغان على موافقة موسكو وواشنطن لتنفيذها، أصبحت اليوم قاب قوسين أو أدنى. الهدف نفسه، وهو ضرب قوات سوريا الديمقراطية قسد والسيطرة على مناطق أوسع داخل سوريا. أما المنفذ فلن يكون الجيش التركي، بل تنظيم يعمل بإمرته ولصالحه، هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا، والتي تحمل فكر تنظيم القاعدة. المعطيات العسكرية والتصعيد الحالي بين قسد وهيئة تحرير الشام المدعومة من أنقرة تشير إلى انهيار محتمل للاتفاقيات واتفاقيات خفض التصعيد، ونشوب مواجهات عنيفة بين الأطراف قد تحدث تغييرا بخارطة النفوذ. ناشطون قالوا إن خطوط التماس شمالي حلب بين القوات التركية وهيئة تحرير الشام من جهة وبين قسد من جهة ثانية تشهد اشتباكات متكررة تترافق مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. استغلالا لهذا الوضع، يحاول النظام تنفيذ ضربة استباقية في إدلب التي تشهد ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل من هيئة تحرير الشام. الاشتباكات مشاهدينا تركزت على محاور وجبهات مدينة أتارب جنوب غربي حلب ومعارة النعسان شمال شرقي إدلب، مع محاولات القوات وقوات النظام المتكررة للتسلل والتوغل في المنطقة. ويسكونسن تعد احدى الولايات المتارجحه في الانتخابات النصفيه الامريكيه، حيث يتنافس الجمهوري ران جونسون مع الديمقراطي مانديلا بانز للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ.
ويسكونسن إحدى ولايات حزام الصدأ الذي يضم ولايات إلينوي وإنديانا وميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وويست فيرجينيا. تلك الولايات التي كانت مراكز مزدهرة بالصناعة في أوائل القرن العشرين إلى أن حلت السبعينات مع الركود، وكانت الثمانينات شاهدة على ترك المصانع تصدأ بعد إلغاء الوظائف في قسم كبير من قطاع التصنيع. ويسكونسن إحدى تلك الولايات المتأرجحة التي كانت تنتخب الديمقراطيين، إلى أن جاء الرئيس السابق دونالد ترامب وغيرها إلى جمهورية بعد التغلب على منافسته آنذاك الديمقراطية هيلاري كلينتون لأول مرة منذ عام 1984. أما في انتخابات عام 2020 تحققت المفاجأة بفوز جو بايدن بأصوات الولاية في الانتخابات. هذه المؤشرات المتأرجحة بين الديمقراطيين والجمهوريين على أصوات ويسكونسن تؤكد شراسة المنافسة في الانتخابات النصفية المقبلة، وخصوصاً على مقعد مجلس الشيوخ، حيث يسعى الجمهوري رون جونسون للاحتفاظ بمقعده في مجلس الشيوخ في مواجهة نائب حاكم الولاية الديمقراطي الشاب مانديلا بارنز الذي يدعمه الجناح اليساري لحزبه. رون جونسون ومانديلا بارنز خاضا مناظرة مشتعلة حيث تناولت قضايا خلافية كالهجرة والتغير المناخي وحق الإجهاض. In order to have immigration reform, we had to first secure the border. And we by and large had it secured under the previous administration. We'd stopped the flow of unaccompanied children and family units exploiting our asylum laws. Our immigration system is completely broken. I fully support comprehensive immigration reform that creates a path to citizenship for our dreamers and for their families. What we're doing right now does not. ومثل ما تعتبر ويسكونسن ولاية تنافسية، يتم تنافس السيطرة عليها بشكل منتظم بين الحزبين، تبقى متأرجحة ولا تخضع للتوقعات في الانتخابات النصفية. أجسام جوية غامضة من خارج كوكب الأرض تثير الجدل في الولايات المتحدة، ووكالة الاستخبارات الأمريكية ستقدم للكونغرس الأسبوع المقبل تقريرا محدثا غير سري عن حوادث الأجسام الطائرة المجهولة خلال العام الماضي، ويتبع التحديث أول تقرير على الإطلاق للمخابرات صدر في يونيو عام 2022 والذي أدرج 144 حادثة فضائية. أما مسؤولو البنتاغون فقالوا في جلسة استماع في الكونغرس في وقت سابق من هذا العام إن عدد الظواهر الجوية غير المعروفة قيد التحقيق قد ارتفع إلى أكثر من 400. أحدث الظواهر الجوية غير المعروفة يمكن تفسيرها على أنها مزيج من بالونات الطقس والفوضى المحمولة جواً والمراقبة الأجنبية، وفق ما كشفه مسؤول أمريكي لشبكة ABC نيوز. وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أيضاً أنه لا يوجد تفسير واحد يعالج غالبية تقارير الحوادث الجوية غير المعروفة. اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أكبر حفرة عثر عليها على سطح كوكب المريخ، وأشارت وكالة ناسا إلى أن هذا الاكتشاف تم من خلال البيانات التي جمعت من مركبة الهبوط إنسايت التي قاست الصدمات الزلزالية. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن تلك الحفرة يبلغ قطرها حوالي 500 قدم وتكونت بفعل اصطدام النيازك بسطح المريخ، وأظهرت كاميرات المراقبة والمركبة المدارية حطاما لإنسايت قذف لمسافة تصل إلى 25 ميلا من الاصطدام، بالإضافة إلى بقع بيضاء من الجليد حول فوهات البركان. خسر أثرياء التكنولوجيا حوالي 500 مليار دولار منذ بداية العام الحالي بسبب التراجع في القيمة السوقية لعدد من الشركات في سوق الأسهم. ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي اعتمادا على بيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، خسر أباطرة التكنولوجيا بمن فيهم مارك زوكربيرغ وبيل جيتس ولاري أليسون 480 مليار دولار من ثرواتهم. ولفت التقرير إلى أن أرباح التعدين
العديد من الشركات كانت مخيبة للأمل ودفعت بأسعار الأسهم للانخفاض ووجهت ضربة لثروة الأغنياء. ختام التاسعة مشاهدينا مع العناوين. جامعة إيران تتحدى تهديدات الحرس الثوري، مظاهرات متواصلة ضد النظام الحاكم والقمع الأمني. مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة. قبل خروجه من بعبدة، عون يجرد لبنان من حكومته، ومقاتي يعتبر قراراته غير دستورية. لأنها النافذة الأكثر ارتياداً نحو القرم وسوتشي ومناطق الجنوب. العربية ترصد الأوضاع في روستوف، بوابة موسكو نحو الجنوب ومقر اللاجئين الهاربين من الحرب. اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وقوات من قسد تنذر بانهيار محتمل لاتفاقيات خفض التصعيد شمالي سوريا.